الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس اليوم يا شباب هو الدرس الأخير في مادة التربية الإسلامية للصف السادس، وهذا الدرس بعنوان التكافل الاجتماعي في الإسلام. التكافل الاجتماعي في الإسلام، إيش معنى التكافل الاجتماعي؟ ببساطة معنى كلمة التكافل الاجتماعي تساند أبناء المجتمع المسلم وتضامنهم، تساند أبناء المجتمع المسلم وتضامنهم ابتغاء رضوان الله عز وجل. تمام؟ يعني أنت تسد حاجة أخيك المسلم، إذا كان أخيك مظلوم تنصره، إذا كان محتاج إلى مال تعينه بمالك، إذا كان يحتاج إلى مساعدة تساعده. تمام؟ تساند وتضامن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. تخيل انت لما بدك تبني مثلا خيمة، ايش بتسوي؟ تحط وتد من هون بتثبته بالارض، وتد من هون بتثبته بالارض، كل هذه الاوتاد والعمدان التي تضعها في بنائك للخيمة ستكون كل هذه الاعمدة مترابطة، صح ولا لا؟ فلو انت نزعت مثلا عمود من هذه العمدان أو وتد من هذه الأوتاد ربما ستسقط الخيمة كلها، صح ولا لا؟ أيضا لما تريد أن تبني بيتا تبنيه على قواعد وأسس وأعمدة، وهذه الأعمدة كلها يشد بعضها بعضا. كذلك المسلم لأخيه المسلم لابد أن يعينه، لابد أن ينصره، أن يقف معه بماله ونفسه، وأن تكون بينه وبين أخيه المؤمن مودة ومحبة وتساند وتضامن. طيب، أظن حلنا السؤال الأول أو النشاط الأول. أقول لك المجتمع الإسلامي مجتمع قوي متماسك، ليش؟ لأنه فيه تكافل اجتماعي زي ما بينا، يحرص على تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع كافة. فما التكافل الاجتماعي وما مجالاته وما أثره؟ أولا، معنى التكافل الاجتماعي هو تعاون أفراد المجتمع فيما بينهم لجلب الخير لهم أو دفع الضر عن أحد منهم. يا قلنا معنى التكافل الاجتماعي هو تعاون أفراد المجتمع فيما بينهم لجلب الخير لهم أو دفع الضر عن أي فرد منهم. مجالات التكافل الاجتماعي: يمكن تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد الأسرة والأقارب وأبناء المجتمع. تعرفوا يا شباب أنه أي مجتمع بتكون من طبقات، فبداية المجتمع بالفرد، ثم لبنة المجتمع الأساسية هي الأسرة، ثم بعد الأسرة الأسرة والأقارب، ثم بعد الأسرة والأقارب الأسرة والأقارب والجيران، ثم جيرانهم، ثم جيرانهم، وهكذا حتى يتكون المجتمع كله. إذن مجالات التكافل الاجتماعي تكون في كل طبقة من طبقات المجتمع، تكون بين أفراد الأسرة، تكون بين الجيران، تكون بين الأقارب، وتكون بين أبناء المجتمع كله. نأخذ أول مثال وصورة للتكافل الاجتماعي، التكافل بين أفراد الأسرة. أقول لك: يحرص أفراد الأسرة الواحدة على التعاون فيما بينهم، فيعطف كبيرهم على صغيرهم، ويحترم صغيرهم كبيرهم، ويتعاون كل منهم مع الآخر في شؤون البيت، فينفق الرجل على زوجته وأولاده ويعتني بهم، وترعى المرأة شؤون بيتها، تحرص على تربية أولادها. شوف التكافل، طلع كيف التكافل، كله تساند وتضامن، كل واحد بيأدي دوره. الرجل بنفق على الزوجة والأولاد، الزوجة والمرأة تعتني بشؤون بيتها وتربي الأولاد، ويحسن الأولاد إلى أبائهم، الأولاد بيخدموا الأب والأم وبيبروهم، بنفق عليهم بس يكبروا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا حرص على تطبيق هذه الصورة من صور التكافل الاجتماعي، التكافل الاجتماعي الأسري. تقول عائشة، سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت؟ كيف بكون حاله؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني في خدمتهم صلى الله عليه وسلم. إذا سمعت أخاك الصغير يبكي وأمك مريضة فكيف تتعامل معها؟ بعض الناس بكون غير مبالي، بشوف أمه تعبانة وأخوه الصغير بعيط وكذا وهو قاعد بلعب على التليفون. هذا إنسان يا شباب فيه لؤم، يكون إنسان طبعه لئيم، ما بفكر إلا بنفسه. لا،
بالمقابل بتلاقي واحد شاف أخوه الصغير بيبكي، يروح يجي على أخوه الصغير، بيعتني فيه، بيخدمه، بروح بشوف أمه مريضة مثلا بروح بيجيب لها دواء، بخدمها، بيشتغل شغل البيت عنها. هذا التكافل الاجتماعي اللي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، التكافل بين الأقارب. أمر الإسلام بالتكافل بين الأقارب، وذلك بالعطف عليهم والإحسان إليهم وزيارتهم ومشاركتهم أفراحهم وأحزانهم وتفقد أحوالهم وحسن التواصل بينهم ورعاية ضعيفهم والإنفاق على فقيرهم. ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين هم قوم الصحابي أبو موسى الأشعري. الأشعريين يعني قوم من الأقوام. إذا أرملوا في الغزو، إيش يعني أرملوا؟ قل طعامهم. تعرف أنت مثلا بحالة الحرب كل إنسان بكون معه طعام بكون حريص عليه، ليش؟ لأنه احتمال الطعام ينقطع في حالة الحرب. هذول الأشعريين في حالة الحرب إذا قل الطعام إيش بيسووا؟ جمعوا ما كان عندهم من الطعام في ثوب واحد. يعني هذا مثلا عنده 5 كيلو تمر، وهذا عنده كيلو، وهذا عنده مثلا نص كيلو، وهذا ما عنده بالمرة، بيجي اللي عنده 5 كيلو واللي عنده كيلو واللي ما عنده إشي، بحطوا كل إشي بيملكوه من الطعام في ثوب واحد، ثم يقتسمونه بينهم بالسوية، بيقسموه بينهم بالتساوي. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم طبقوا هذا النوع من التكافل، قال: هم مني وأنا منهم. هذا من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وحبه لفعلهم. لو مرضت عمتك واحتاجت إلى مبلغ من المال، إيش موقفك؟ بتصير تحكي: أنا هدول مصرية ما بستغني عنهم، وأنا بحوش والله عشان أشتري مثلا تليفون وكذا، ولا بتضحي بهذا المال من أجل أنك تحقق التكافل الاجتماعي اللي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ شو بكون موقفك؟ 3، التكافل بين أفراد المجتمع. حث الإسلام أفراد المجتمع على التعاون فيما بينه، ابتداء من الحي إلى القرية إلى المدينة إلى الدولة ثم الناس جميعا. ويتحقق التكافل في المجتمع بوسائل عدة، منها دفع الزكاة والصدقة وبناء المؤسسات الوطنية وتعليم الفقراء ودعم مؤسسات العلم وبناء المؤسسات الصحية ودور الرعاية للمسنين. كل هذه من أمثلة التكافل بين أفراد المجتمع. ومن الأمثلة على التكافل المجتمع رعاية حقوق الجوار. فقد حث الإسلام أن يحسن المسلم إلى جاره وأن يكف أذاه عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وحث أيضا على كفالة الأيتام والعناية بهم، ودعا إلى التعاون بين أفراد المجتمع في حالة الكوارث كالفيضانات والحروب والمجاعات والأوبئة. لو صار في مجاعة وما في طعام وقل الطعام، إيش بتفعل؟ لو جارك جائع في هذه الحالة، تعطيه من طعامك ولا لا تفكر إلا بنفسك؟ راح تساعد جارك بهذه الحالة ولا لا؟ إذن هذا كله من التكافل الاجتماعي. أثار التكافل الاجتماعي: يصبح المجتمع متحاب بينه مودة ورحمة، وأيضا يقل الفقراء وتتأمل الاحتياجات الأساسية للناس كلهم. ثالثا، يكون المجتمع قويا لما الجار يكون خايف على جاره والأخ يكون خايف على أخوه حريص عليه وبيساعده. هذا يؤدي لأنه يكون المجتمع قوي يصعب النيل منه، أعدائنا ما رح يقدرون له. طيب، انتهى الدرس وانتهت المادة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا على تقصيرنا، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما تعلمنا وأن يجمعنا بكم إن شاء الله في السنة القادمة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.